منرحب فيكم بالوقت يلي بتسخر فيه كل الشاشات العربية ببرامج الهواة. حجز تلفزيون دبي لنفسه مكانه بالصفوف الأمامية مع البرنامج الأكبر والأشهر لاستقطاب المواهب الفنية إكس فاكتور يلي بيعود بموسمه الثاني بعد النجاح الكبير يلي حققه الموسم الأول. فعلا جرازيلا، فقد نجح تلفزيون دبي بفتح المجال أمام مواهب من جميع أنحاء الوطن العربي. أفراد وفرق قصدوا دبي أرض الأحلام والفرص لإثبات أنفسهم، وأيضا دخول عالم الفن من بوابته العريضة تحت إشراف ومتابعة وتدريب لجنة التحكيم التي ضمت فنانين من الصف الأول. طبعا أما دفة التقديم، تقديم برنامج إكس فاكتور أداريتا الجميلة قلبا وقالبا شيما، وتمكنت حنين الشاطر من الفوز بلقب إكس فاكتور بموسمه الأول. وكانت حنين شدت انتباه السوبر ستار راغب علامة منذ اعتلاء المسرح للمرة الأولى بالتجارب، أشاد بصوتها وبقدرتها على التحكم بالطبقات لإيصال الأغنية بأسلوبها الخاص. طبعا للتذكير فقط، شهدت الحلقة النهائية من برنامج إكس فاكتور بموسمه الأول طبعا منافسة بين ثلاث مشتركين لنيل اللقب، وهم حمدان محمد من الإمارات، شيماء عمران من المغرب، وأيضا حنين الشاطر من مصر. من مصر. درب لا واحد ولو ما التقي خطلنا، مو على كيف زمان ولا على كيف الظروف، لعل ابو حي الظروف اللي بتوقف بيننا. لا تهجى في كفوفي مو براي الكفوف، درب لا واحد ولو ما التقي خطلنا، مو على كيف زمان ولا على كيف تهجى في كفوفي مهم راي الكفوف، دربنا واحد ولو ما يلتقي خطيننا، وعلى كيف الزمان ولا على كيف الظروف، لعل ابو حي الظروف اللي بتكون قبلنا. كلنا قبل انتلاقى حالنا حال الضعوف، كلنا كنا ترانا تايهين في ليلنا. تبي تعشق وانا ما بي
راغب علامة. أستاذ راغب، الاختيار صار عندك، اثنين من فريقك في دائرة الخطر، مين راح تنتهي رحلته اليوم ومين راح يكمل معاك في رحلة إكسفاكتر؟ أنا بختار اللي حيكمل معانا هو حنين الشاطر. ألف مبروك حنين الشاطر. حنين حتكمل معنا للمنافسة الأسبوع الجاي. وأكيد كل المواهب اللي شاركوا معانا من البداية خرجوا من التجربة دي أتقل وأقوى وبأمل أكبر لمستقبل أحلى. في الحلقة الأخيرة من إكس فاكتور كان على الجمهور حسم النتيجة. يا ترى حلم مين النهاردة هيتحقق؟ أنتم مشاهدينا قررتم بأن الفائز بلقب إكس فاكتور هي حنين الشاطر. ألف مبروك لحنين الشاطر، مبروك اللقب ومبروك عقد إنتاج أغاني خاصة وميوزك فيديو مع الشركة العالمية Warner Music MENA، بالإضافة إلى أحدث موديل من سيارة نيسان X-Trail.